يعني قضية انتخاب رئيس مجلس النواب موضوع طال تضاره كثيرا من قبل القوى السياسية في ظل عدم توافق القوى السنية على شخصية لقيادة هذا المنصب، لذلك الدعوات تتواصل من قبل القوى السياسية المؤثرة في المشهد السياسي وعلى رأسهم الإطار التنسيقي الذي دعا من خلال يعني رئيسه السيد نوري المالكي بضرورة الإسراع بعملية انتخاب وترشيح شخصية جديدة. الأمر خاضع إلى الإرادة السياسية، وهنالك احترام من قبل الإطار لقوة سياسية شريكة في العملية السياسية، وهو استحقاق دستوري وسياسي، وبالتالي الإطار التنسيقي يدعو إلى حسم ذلك الموضوع في الجلسة القادمة، وبالتالي أعتقد لا يكون هنالك توافقات سياسية بالبيت السياسي السني. طبعا هذا الموضوع أخذ وقت أكثر من اللازم، ومناوشات سياسية ومناكفات ومشاكل كثيرة، طبعا هاي كلها تقوض استقرار البلد واستقرار السياسي. المفروض يكون تنازل من أحد الأطراف حتى يسهلون عمل مجلس النواب. كل اختلاف وراءه خلاف، وكل استعراض للعضلات ناتج عن التعقيدات وغياب التوافقات وحضور المساومات، والنتيجة لا رئيس في البرلمان، فالقوى السنية تدور في فلك واحد ولا تخرج منه بنتائج. أما القوى الشيعية فالمقبولية هي الأهم عندهم، اجتماعات بلا مخرجات، جلسات بلا نصاب، مواعيد يحددها الشركاء ولا يلتزم بها الحلفاء. أطراف ضربت دعوات الحسم عرض الحائط والتزمت بخيار المقاطعة، لا قوانين لا تشريعات لا مصالح عامة ولا رقابة على الأداء إلا بانتخاب بديل عن المقال، جلستان من اللا شيء، لا عقارات لا أحوال ولا عفو ولا حشد، كلها قوانين أجلت بسبب غياب النصاب. فهل هذا التمثيل المنتظر من ممثلي الشعب؟ وهل سيحل الخميس معضلة الرئيس؟ أما في الجانب الآخر، تسجيل صوتي يظهر حجم التلاعب في أموال الضرائب، تنازلات في حساب الشركات مقابل رشاوى وأموال، وكل هذا ما زال قيد التحقيق. فماذا لو ثبت بالأدلة؟ هل هذا هو حال الدولة؟ أهلا بكم. ملفنا الأول راح يكون عن تحديد الإطار التنسيقي الخميس المقبل موعدا لجلسة انتخاب رئيس البرلمان. راح نتناقش بهذا الملف مع الباحث في الشأن السياسي الأستاذ مخلد حازم، حياك الله. الله بحاجة. أهلا وسهلا. كما أرحب بعضو تحالف العزم عزام الحمداني، حياك الله. مرحب مرحب. أهلا وسهلا أستاذ مخلد. مو كافي مهاترات سياسية واختلافات، ماكو توافقات، غياب للإرادة الوطنية، والمكون السني يختار رئيس يمثل البرلمان العراقي وينتهي الموضوع؟ ليش كل هذا الاختلاف والخلاف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك استراح، وتحية لضيفك، وتحية لمشاهدين قناة الأيام. ومن لا يريد يعني أن يتم انتخاب رئيس مجلس النواب، بالتأكيد هنالك جهات تحاول عرقلة هذا الموضوع والذهاب باتجاه رؤى وأفكار هي لا تصف في مصلحة المكون. هنالك إرادة حقيقية لدى بعض الجهات السنية يعني تختلق مشاكل وتحاول الاصطفافات مع جهات أخرى شيعية وأخرى كردية
حقيقة لا يهمهم ما يحتاجه المكون ولا يهمهم هذا المنصب ورئاسة هذا المنصب وماذا يمثل المكون السني. لذلك هم يعني شهدنا جلستين لانتخاب رئيس مجلس النواب، وفي هذه الجلستين حقيقة لم تفلح الأمور بانتخاب رئيس مجلس. وأيضا حتى في هذه الفترة الأخيرة أكثر من دعوة لانعقاد المجلس لغرض التصويت، ونرى أن هنالك أصوات من هنا وهناك لا تحاول يعني أن تذهب باتجاه فتح يعني رؤية واضحة لانتخاب رئيس المجلس، وإنما تريد مجرد يعني ليش مسمي لي هذه الجهات؟ هسه اكو جهات يعني المكون السني يعني ان يختار. الامور واضحه ست، احنا اليوم عندما نتكلم بواقعيه يعني يعني الاغلبيه السنيه هي من تحدد من هو سيكون رئيس مجلس النواب، وهذا عرف سار عليه العمليه السياسيه سواء يعني رضينا ام لم نرضى، فهذا عرف يعني في انتخاب الرئاسات الثلاثه الاغلبيه هي من ترشح. منو مختلف وهذا حصل مخلد. يعني الاطار ده يقول لك روح اتفقوا انتم كمكون سني، قدموا لي رئيس للبرلمان وتمشي الامور، انا ممكن اوافق عليه اذا ما عندي اعتراضات خاصه على هذا الشخص. هنالك قفز على بعض الاتفاقات ست فرح، يعني حقيقة في آخر الجلسات التي حصلت وتم الاتفاق ما بين الأغلبية السنية التي تمثل أكثر من خمس يعني كيانات، وبالتالي جمعت 55 نائب، وتم الاتفاق مع الإطار التنسيقي وحتى الكرد بأنه يتم اختيار شخصية من المكون السني للذهاب باتجاه اختيار رئيس مجلس النواب. لكن مع ذلك هنالك معرقلات دائما ما توضع في هذا الطريق. من اللي ولن تفلح يعني اعطيك امثله يعني الجميع يعرف كان هنالك ترشيح سابق للسيد شعلان الكريم في قبال السيد سالم العيساوي ولم تفلح العمليه، وهنالك ترشيح اخر باتجاه السيد محمود المشداني. لانه المكون السني مختار شخصيه عليها شوائب. من هي؟ شعلان الكريم مو عليه تسجيل مال ابدا يعني شو. الموضوع ظهر فيما بعد عندما دخل الى مجلس النواب لم تكن عليه ما ظهر من فيديوهات او تسريبات او شيء من هذا القبيل، والتي لم تدنه لا المسائل العداله دانته ولا دارت الاحزاب يعني دانته. انت تقصد هذه قضيه تلفيق؟ يعني هي حتى لو كانت هذه الصور أو هذه الفيديوهات حقيقية، هو لم يذهب باتجاه أن يروج لحزب البعث أو شيء من هذا القبيل. أنت مالك من كل المؤسسات القانونية، اليوم شعب شلون يرضى رئيس برلمانه يمجد البعث الذي قتل المواطن العراقي؟ احنا بالنسبة أن دولة وعندنا قانون وعندنا هيئة مساءلة وعدالة، إذا احنا كل هاي نضربها عرض الحائط وبالتالي نروح مع رؤية شعب، فبالتالي الشعب هو مصدر السلطات، هو الذي وضع هذه الهيئات هذه البرلمان ووضع الحكومة، الشعب هو الذي اختاره، فالذي اختارهم والقوانين والتشريعات. شنو اعتراضكم على سالم العيساوي؟ هنالك بعي يعني هو يعني حقيقة سالم العيساوي أتى صدفة يعني إلى موضوع انتخاب رئيس مجلس النواب، لأننا عندما تم إقالة السيد الحلبوسي من البرلمان الجميع يعني حقيقة، وأنا كنت حاضر في هذه الاجتماعات، الجميع تكلم أن هذا المنصب هو من استحقاق تقدم، مع ما حدث للرئيس الحلبوسي هذا المنصب سيبقى لتقدم، وهنالك وعود من قادة وكتل سياسية سنية أعطيت للرئيس الحلبوسي بهذا الموضوع. يجي واحد يقول لك هو ورث، خلاص جيب واحد من هو اتفاق، جيب من الكتل السياسيه، لكن بين خطين سني من اي شخصيه من الكتل السياسيه السنيه هو اتفاق صراحه. يعني احنا كل العمليه السياسيه بالعراق هي باتفاق، يعني اختيار رئيس الجمهوريه باتفاق، اختيار رئيس مجلس النواب باتفاق، وكذلك اختيار رئيس الوزراء مجلس النواب باتفاق. بعد ذلك يعني حقيقه بعد هذه الوعود وهذه العهود التي اعطيت لتقدم، تفاجأنا بأنه يعني تم ترشيح حتى السيد في حينه السيد خميس الخنجر عندما رشح السيد سالم العيساوي كاسم ثاني مع السيد شعلان، كان يعني مجاملة من السيد خميس الخنجر في وضع هذا الاسم، لكن فيما بعد تطورت الأمور وأصبح سالم متمسك بهذا الترشيح، بالرغم من أنه يعني دخلنا جولة ثانية مع السيد محمود المشداني والكثير من النواب السنة والكتل السنية ذهبت باتجاه ترشيح
محمود المشداني لكن لم يذهبوا باتجاه سحب ترشيح سالم العيساوي، او حتى سالم لم يسحب ترشيحه لتتضح الامور وتتضح الفكره، لان الاطار التنسيقي ذهب باتجاه انهم يذهبوا مع شخص واحد للاختيار لكي لا نقع في مشاكل سابقه. استاذ عزام، هذا المنصب واعني به رئاسه البرلمان هو من نصيب تقدم، وهذا وفق الاعراف السياسيه للاتفاقات السياسيه. شلون السيد سالم العيساوي يريد ياخذ هذا المنصب والسيد محمود المشداني مدعوم من غير كتل؟ زين، مو عندكم اتفاق انتم اليوم؟ عندكم اتفاق، هل يجب ان يضرب هذا الاتفاق عرض الحائط؟ شنو الموضوع؟ بدنا تحيه طيبه لك وضيفك. يعني الحديث عن ادبيات الرئاسه السني طالما كانت متناقضه، للاسف الشديد البعض يسعى من داخل البيت السياسي السني أن يستأثر بالقرار السياسي السني لمصالح حزبية، لمصالح شخصية، لمصالح زعامة. نعتقد أن التقدم خاطئ في حساباتها السياسية، على اعتبار تجربة العادة بأن منصب رئاسة البرلمان مستحق سني ولم يكن ولم يكتزل لحزب أو لشخص. لكن نعتقد أن موضوع السلطة وارتكاف الحزب على السلطة سوف يقوي من نفوذ ذلك الحزب. نعتقد أن يحتاج المعطيات للمعطيات غير صحيحة، وبالتالي علينا نمتثل إلى إرادة الرأي العام العراقي. لا يحق لنا نتحدث بأن هناك حزب سياسي يمثل البيت السني حتى الانتخابات عندما تجرى بنسبة 30-40%، وبالتالي هناك أكثر 60% لا يقبلون بهذا الحزب السياسي. الحديث أن منصب رئاسة البرلمان هو استحقاق حزبي هذا الكلام غير صحيح وكلام خاطئ. لكن نعتقد ونشعر أن فوبيا الخوف والشعور بالخطورة بأن مجيء شخصية سنية متنفذة تحديدا كانت، وتحديدا سيد سالم العيساوي، لربما قد يشكل خطر، لربما الصفه المناطقيه والكاريزما القياديه تثير قلق الاخرين، ونحن نقدر قلق الاخرين. منذ عام 2003 لا توجد شخصيات سنيه ثابته، هناك رمال متحركه تتغير الظروف، تتغير الازمه، وبالتالي علينا نستسلم الاوراق. عما من يتكلم عن الاغلبيه السنيه هذا الكلام غير صحيح. لو كان التقدم فعلا تمتلك الاغلبيه العدديه لاستطاعت منذ اللحظه الاولى التي فيها تمت فيها قالت السيد حلبوس اللي طلبت لعقد جلسة، وبالتالي شرعت لانتخاب رئيس برلمان. لكن تقدم لا تمتلك الأغلبية، تقدم ما في اعتقاد هو حزب سلطة يعتمد على منصب رئاسة البرلمان في تمديد وفي تقوية القرار السياسي له، وبالتالي هو يشعر بأن منصب رئاسة البرلمان هو من أعطى النفوذ لتقدم. لا شك تقدم عندما كانت تمتلك منصب رئاسة البرلمان كان تقدم مليء بالنواب، لكن بعد غياب منصب رئاسة البرلمان اصبح تقدم خالي من النواب. زين استاذ عزام، 28 مقعد، وبالتالي الحديث عن اغلبيه عدديه طيب، هذا غير صحيح وكلام خاطئ. استاذ عزام، استاذ مخلد يقول البعض من المكون السني يعرقل، حضرتك تقول البعض من المكون السني يعرقل، ليش ما نسمي الامور بمسمياتها ونرتاح؟ يعني المواطن والله العظيم محتار، يقول لك انتم مكون واحد وهذا يقول البعض وهذا يقول البعض، ليش ما تسمون الامور بمسميات حتى على القليل نفهم؟ هو واضح ست فرح، هو واضح مع كل تقديرنا واحترامنا للرؤية السياسية، ونحن نحترمها كثيرا، لتقدم تقدم صرحت بأكثر من مرة بأن لن تقبل من يأتي رئيس برلمان ويشغل منصب رئاسة البرلمان على اعتبار أن تقدم هي من نجحت بإدارة منصب رئاسة. لا مو بس هذا السبب، ده يقول لك الأستاذ سالم العيساوي يجي صدفة، احنا ما نتقبل رئيس برلمان يجي يعني صدفة لما يمثله هذا المنصب للمكون السني. يعني كيف العفوسة ما فهمت سؤالك؟ أستاذ مخلد يقول الأستاذ سالم العيساوي إجا صدفة، ترشح صدفة لهذا المنصب، فليش ظل متمسك به؟ هذا المنصب لا يمثل مكانة كبيرة للمكون السني سياسيا. هذا لا خلينا نكون واقعيين، هذا كلام غير صحيح. السيد سالم العيساوي من الخط الوطني الأول، والسيد سالم العيساوي أعتقد يشكل خطر سياسي كبير لتقدم على اعتبار أنه ينتمي إلى المساحة المناطقية التي فيها سيد محمد الحلبوسي. أنا أعتقد أن هناك نواب من تقدم صوتوا للسيد سالم العيساوي، سالم العيساوي مقبول وطني من قبل السنة والشيعة والكرد، بالتالي مجيء سيد سالم العيساوي شنو نوع الخطأ؟ لا شك سيد سالم العيساوي سوف يعمل إلى تأسيس لقائمة انتخابية، وأن هذا التأسيس لقائمة انتخابية سوف يقضي على تقدم بشكل نسبي كبير. نعتقد المخاوف من السيد سالم العيساوي من أدار هذا الموضوع، بالتالي هذا الحديث غير صحيح. سيد سالم العيساوي وايضا هو مرشح السياده، يعني السيد سالم العيساوي يشكل خطر لانه ينافس السيد الحلبوسي؟
لا شك هو ينافس السيد، لكن السيد الحلبوسي نعم. إله وزن سياسي وإله قاعدة جماهيرية كبيرة، يعني ما ممكن السيد سالم العيسى قد ينافس السيد الحلبوسي في منطقته. شوفي سيد فرح، هناك أحزاب سنية استطاعت أن تنشئ قواعد جماهيرية عن طريق السلطة. البيت السني هو بيت غير مؤدلج عقائديا وقوميا، بعكس البيت الشيعي والبيت الكردي. البيت الشيعي هو مؤدلج عقائديا، يعني بالتالي إن كانت لديه سلطة أو لم تكن لديه سلطة باعتبار هو حزب ثوري عقائدي، وبالتالي هو ليس بحاجة إلى السلطة. البيت الكردي أيضا بيت قومي، وبالتالي هو مؤدلج قوميا، وأيضا هو ليس بحاجة إلى السلطة. وجود السلطة في البيت الشيعي والبيت الكردي يعزز هذا الوجود الثوري السلطوي. البيت السني يعتمد على السلطة. كثير من الأحزاب السياسية وتحديدا تقدم استطاعت أن تنفذ إلى مصدر القرار السياسي عن طريق السلطة. وجود السلطة هو من يقوي مكانة بعض القوى السياسية. كلش وضحت الفكرة. أيضا إذا تكلمنا طيب، بس اسمح لي أنتقل ببعض النقاط اللي تفضلت بها الأستاذ مخلد. سيد سالم العيساوي يشكل خطر على السيد محمد الحلبوسي، راح ياخذ كل قواعد الجماهيرية ويعتبر منافس لا قوي. هذه واحد. ثانيا أنه التقدم حزب سلطة ياخذ المالات من المكانة في الدولة، ياخذ فلوس نفوذ ويستخدمها لتقوية حزبه، وهذا ما تفضل به الساد عزام. شوف سيد فرح، أول شيء هذه مغالطات، ثانيا احنا ما عدنا أي اعتراض او مشكله مع السيد سالم العيساوي لا في وطنيته ولا في سياسه يعني قيادته او اي شيء من هذا القبيل. نحن نتكلم عندما تكلمنا هو اتى صدفه، نعم اتى صدفه بترشيح من السيد خميس الخنجر، يعني لم نتكلم عن وطنيته او عن قيادته. ثانيا اذا ما اردنا ان نتكلم عن تقدم لديه قاعده جماهيريه، والقاعده الجماهيريه هي كانت بنصف يعني اشخاص وقيادات لهم باع طويل في السياسه داخل الأنبار، لكن هؤلاء لم يحصلوا على شيء في الأنبار. ثانيا خلي بس أحكي لك هاي نقطة، غير نقول لك يا هرم الشارع يقول لك فضل التاهوات والشدات اللي كانت تجيب تشكمشة مع السيارة. طبعا هذا يصير لأبو القواعد الجماهيرية، ما كل ما يقال صحيح. لذلك عندنا دليل، احنا بالنسبة لنا عندنا دليل. سيد مشعان الجبوري عندما تكلم في إحدى لقاءاته قال نحن كنا قد نوينا على السيد الحلبوسي وبترشيح سيد سالم العيساوي، عندما يفوز نوينا أن ننهي حزب تقدم وننهي الحلبوسي في منطقته في الأنبار. هذا كلام صريح وواضح بأن ما تم ترتيب له مع سالم العيساوي ليس لأجل يعني بناء مكانة سنية. يعني شلون ينهون حزب تقدم؟ هو هذا اللي تكلم. اي بس يعني شلون؟ انا حتى افهم المحكمة اتهمت السيد بانه مزور. لا احنا لا العفو العفو بس فطلع منه الهاي، شلون تنهي في منطقته وفي قاعدة الجماهيرية؟ هو الامور واضحة ترى، ما يحتاج لها. زين يعني هو عنده قواعد جماهيرية في الانبار. صحيح. ترشيح سيد سالم العيساوي او وصول سالم العيساوي الى المنصب تم الترتيب له من قبل زعماء سنة لأجل إنهاء دور الحلبوسي في الأنبار. ليش كيف مسمي كيف تكلم بصراحة؟ قال يعني متنى سامر رأي، ولا طالما تكلم متنى سامر رأي على حساب مشعان الجبوري. ومن اللي تحالف ويا العيساوي؟ منهم متنى سامر رأي، سيد خميس الخنجر، والقيادات الأخرى السنية التي تحالفت لأجل دعم سالم العيساوي. كان الهدف ليس بناء قاعدة سنية أو مكانة سنية أو مكون سني دعم لمرحلة قادمة، وإنما كان الهدف الأساسي لأجل إضعاف وتدمير الحزب تقدم وتدمير السيد الحلبوسي. هذا تكلم صراحة. ثانيا عندما خرج الحلبوسي من منصب رئاسة البرلمان ودخل انتخابات مجالس المحافظات، لماذا لم يتأثر جمهوره بخروجه من المنصب؟ تكلم ضيفك أنه الجمهور السني يتعاطى مع المنصب مع الزعامة، مجالس المحافظات أتت بعد إقالته. يعني السالفة مو سالفة فلوس وتهوات كما سمعناها. إذن الجمهور لديه رؤية، أنا وأنت جمهور، فبالتالي عندما يروا في السيد الحلبوسي رجل قد قدم خدمة للمحافظة يذهب معه، لأن هنالك عدة خيارات. سالفة السيارات أبداً وفلوس كمان أبداً متناقض. لا هذه رؤية. إحنا اليوم السيد الحلبوسي راح يقول لك تاهو شدات، هذا المعروف. اسمحيلي اليوم بالمكون الشيعي مو أكو جمهور يصيحوا له جمهور متحزب، أكو جمهور يقولوا له جمهور زبائني، أكو جمهور يقولوا له جمهور مؤدلج. هذا الجمهور ما تقدرين تغيريه، فلذلك هذا الجمهور يبقى مع القائد الحزبي بغض النظر إذا كان في منصب أو غير منصب. أستاذ عزام،
السيد الحلبوسي قائد بدلالة مجالس المحافظات ونتائجها. زين أنتوا مسوين سالفة ويا مثنى سامر رائي وخميس الخنجار، تردون تفلشون حزب تقدم، حزب سني، بس اسمح لي رحم الله والدك بس أكمل فكرتي. حزب تقدم حزب إلى قاعدة جماهيرية وفاز بانتخابات مجالس المحافظات، أنتم اليوم تتآمرون سيد مثنى السامرائي وخميس الخنجر وبعض القيادات السنية تتآمرون على سيد محمد الحلبوسي وعلى حزب تقدم لإبعاده عن الساحة؟ هذا سؤالي. أول شيء هذا كلام غير صحيح. تحالفنا مع السيد سامي عيساوي، لنجد من السيد سامي عيساوي شخصية وطنية معتدلة. السيد سامي عيساوي عندما يعني مو من عندي هاي، إذا أتى بمصر ها؟ مش عان قالها، مو من عندي. اي فبالتالي سي سامي عيساوي يقول لك السيد شجعان الجمهوري اي بس اسمح لي استاذ عزام، استاذ مخلد يقول لك هذا مو كلامي، هذا كلام السيد مشعان الجبوري. مو يقول لك ويا ريت لو ترد عليه. لا شوفي، السيد مشعان الجبوري لربما تجاوز في اجتهاداته. هاي شنو هاي ليش اجتهادات؟ هو كان رأس الحربة في هذا التحالف، هو كان رأس الحربة في هذا الحزام. هذا كلام مشعان يحاسب على كلامه، مو يحاسب، هو كان رأس الحربة في التحالف، هو كان رأس الحربة أخي. الطرف الآخر مشعان ما يقول فشي من جيبه. تقدم هي تخشى السيد سامي عيساوي. ها شنو هاي؟ السيد شعلان الكريم عندما كان مرشح تقدم خرج بيان وقال وتكلم، قال بأن تقدم هي من خذلتني. تقدم لا تريد أن يأتي رئيس برلمان لحد انتهاء هذه الدورة. هاي تهيؤات أستاذ عزام، لأن تقدم تقتلك جماهير. هاي تهيؤات مو حقيقة. مو حقيقة هاي تهيؤات. بس يكمل فكرته سيد محمد ركان الحلبوسي. تقدم لا زالت تمتلك التأثير الذي استطاعت ان تنتجه عن طريق منصب رئاسه البرلمان، وبالتالي استطاعت ان تاتي بهذه المقاعد، لكن علينا نتكلم على المستقبل. شنو التاثير؟ طيب نقول من يطلع بعد ما عنده تاثير. استاذ عزام المراحل والايام اليوم القواعد الجماهيريه، بس اسمح لي بس حتى افهم، اليوم القواعد الجماهيريه كبيره للسيد محمد الحلبوسي في بغداد؟ 8 مقاعد حصل. زين هاي شلون حصل في بغداد؟ مو بالانبار في بغداد. لا ست فرح اي تفضل. حصلها لكون تقدم لا زالت لحد هذه اللحظه التاثير الايجابي لمنصب رئاسه البرلمان لحد هذه اللحظه لا زالت. شنو التاثير؟ شنو نوع التاثير الايجابي؟ هاي شنو بس حتى افهم شنو نوع التاثير الايجابي؟ يعني كل يوم المنصب صار كل يوم اشاعه بالشارع العراقي، وبعض النواب اكدوها، قالوا لك هذا الموضوع يجي بفلوس وشدات وتهوات، لذلك حزب تقدم عند هذا الجمهور. لكن انا اسالك بالله، كل هذول الجمهور هم مرتشين وماخذين تهوات وشدات؟ هاي مغالطات هاي. لا احنا في ست فرح، احنا بالنسبه شوفي مو احنا دحجي، احنا بالنسبه ان لسنا بالضد من جماهير تقدم، انا اتكلم عن حقائق، اتكلم عن واقع. البيت السني والشارع السني لطالما كان مال سياسي يتحكم في قرارات الذاتيه والسلوكيه لاي مواطن سني، وبالتالي اليوم منصب رئاسه البرلمان كان مؤثر، وتقدم استطاعت ان تستاثر بمنصب رئاسه البرلمان على مدار دوره ونصف، وبالتالي من الطبيعي ان يبقى هذا الامتداد بتقدم من خلال منصب رئاسه البرلمان سنه او سنتين بعد خروج هذا المنصب له. لكن انا اتكلم لك انه بعد دوره او بعد في الاشهر القادمه او في الدوره النيابيه القادمه سمعناها قبل مجالس المحافظات، اليوم حتى سمعناها قبل مجالس المحافظات ان الفعاليات السياسيه لتقدم هي اليوم لربما ضعيفه جدا مثل ما كانت عندما كان لديه منصب رئاسه البرلمان. بس انت الوقت حتى يجاوب استاذ مخلد على هذه النقطه. زين استاذ عزام، اذا القواعد مال تقدم صارت ضعيفه، شايف السيد طلع من المنصب سيد محمد الحلبوسي؟ احنا باعي، احنا مع الاسف هذا خطابنا استمر، المكون السني هذا الخطاب لن ينفعه. احنا كان المفروض بعد هذه الهزات الارتداديه المفروض احنا نوحد كلمتنا. يعني شنو هو يعني ما يعني الفتره الفعليه لنهايه الدوره ترى ما بقى غير 10 شهور. شنو اعترافكم على محمود يعني المشداني وسالم العيسى؟ بالعكس، هو محمود المشداني هو مرشح تقدم. زين يعني مرشح تقدم. لكن المشكله انه ليش ما تذهب الاطراف الاخرى بعد ما شهدتها الساحه السنيه من هذه السجالات والمناكفات؟
اذهب باتجاه انه يا تعال انت محمود المشداني حل وسط احنا نقبل بيه كنا، وهذا الرجال ما عنده طموح، تقدم ما اعترض على محمود المشداني ابدا ابدا، هو رشحه، هو رشح دوم من رشح قبل شعلان الكريم، هو اللي لا 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 احنا بدنا نحكي على الفتره الاخيره. اي شنو اللي صار؟ ما حدا من السيد محمود، السيد محمود المشداني تم ترشيحه من قبل تقدم وتم تقديم اسمه الى الاطار التنسيقي، لكن الاطار التنسيقي اشترط اشترط الاطار التنسيقي اشترط اشترط بانه يتم سحب سالم العيساوي، يتم سحب ترشيحه. هنا أنا اللي هالمشكله واقفه على سحب ترشيح سالم العيساوي. زين سيد سالم العيساوي انا اوجه له رساله، يعني من اجل هذا المكون ومن اجل انه لملمه البيت، من اجل وحده الكلمه، ما بقى لها شيء في الفتره البرلمانيه، اسحب ترشيحك وخلي التاريخ يسجلها لك. يعني احنا ليش في هذه السجالات احنا مستمرين؟ يعني احنا ما نريد نلم البيت المكون، يعني ترى احنا مرحله قادمه، يعني نحتاج الى وحده كلمه. طيب استاذ عزام، مرحله قادمه وهذا من استحقاق المكون السني هذا المنصب، ليش ما السيد سالم العيساوي يسحب ترشيحه ويبتعد هو والسيد مثنى السامرائي وكل هذه الامور والسيد خميس الخنجر ويحفظون للمكون هيبته ومكانته وسط المكون السياسي في العراق حتى لا السنه يذهبون سياسيين؟ وانت تعلم ماذا يمثل هذا المنصب للسنه؟ هو مرشح السياده. زين هذه نقطه، وبالتالي السياده هي ادرى بموضوع السيد سالم العيساوي. لكن خلينا نتفق، يعني كوني على ثقه، تقدم لا تقبل ان ياتي شخص ويتولى رئاسة البرلمان. هسه جربوا خذلت علان كريم وخذلت السيد محمود المشهداني، وعندما فتحت باب الترشيح هي توضح بشكل مباشر بان ايضا ليس سيد محمود المشهداني، وفي نفس الوقت عملت على كسب المبادره وباقي النواب. استاذ عزام وقتي راح ينتهي، شنو اعتراضكم على السيد محمود المشهداني؟ ليش معترضين؟ نعم، شنو اعتراضكم على السيد محمود المشهداني؟ اليوم اكو توافق سياسي عليه. لا محمود، لا لا ستفرح ستفرح، محمود المشهداني كان بدايه مرشح عزم، ونحن ننظر الى السيد محمود المشهداني بانه اب روح للبيت السني، في حين الطرف الاخر وتقدم. ليش ما تتعاطى معه السيد محمود المشهداني؟ يجب ان ينظر اليه من ضمن الازاحه الجيليه، والكل يعرف بان قيادات وقرارات البيت السياسي السني لمن هو أب روحي، لمن هو أب روحي، ليش ما ترحل لاختياره؟ بس خلي أكملك الفكرة، أكملك الفكرة ست فرح. وبالتالي دخلنا بجهود وطنية مشتركة مع الإطار التنسيقي والقوة الكردستانية من أجل تقديم مرشح، وصدرنا بيان رسمي بأن السيد محمود المشهداني هو مرشح عزم بشرط السياده، بشرط ومرشح قوي، بشرط الاطار شرط، الاطار شرط سحب ترشيح سالم العيساوي مرشحها لحد هذه اللحظه، تقدم غير متمسكه بالسيد اخي هذا الاطار مو تقدم، الاطار ده يريد يسحب سالم، يسحب ترشيحه، الاطار مو متقدم، الاطار طلبه من العزم والسياده سحب ترشيح سالم العيساوي. تقدم ايضا قابله، سالم مش علينا، خليه يمشي محمود المشهداني، بس انتم ما تريدون تقعدون جلسه يا اخي، ما تريدون رئيس برلمان. اخي الاطار، هذه رؤيه الاطار مو رؤيه تقدم. زين استاذ عزام بدقيقه، من تتوقع الاقرب لرئاسه مجلس النواب، الاستاذ سالم لو محمود المشهداني، لو راح يبقى الوضع على ما هو عليه باختصار شديد لانه وقت السيد مخلد؟ لا شوف انا ما تكلمت لك، يعني خلاص احكي لك اياها، البيت السني او القرار السني لا يمتلك قرار، لا يمتلك الاغلبيه العدديه، من يقرر منصب رئاسه البرلمان هو البيت الشيعي، القرار السياسي الشيعي. هناك ثلاث رؤيه او ثلاث افكار لدى البيت السياسي الشيعي، بيت قرار يذهب، فكر يذهب بان يجب ان ياتي يتم انتخاب رئيس البرلمان. استاذ عزام ما جاوبتني، سالم لو سيد محمود باختصار ايهما اقرب؟ انت شخصيه كسيد محمود المشهداني يكون قريب من الإطار التنسيق ولا يشكل ضرر سياسي واجتماعي ولا يحاول يتمدد ويستأثر. وضحت فكرتك أستاذ عزام، أيهما أقرب أستاذ مخلد، السيد المشهداني أو العيساوي؟ وباختصار شديد هنالك محددات ستفرح، هنالك محددات فرضها الإطار التنسيقي، ليس بيد المكون السني، ولا وليس يعني ليس بيد المحددات، مشروطه بانه سالم العيساوي يجب ان يسحب ترشيحه لاجل المضي. تتوقع انه يسحب ترشيحه لو لا؟ لا ابدا ما يسحب. طيب شكرا جزيلا، الباحث في الشان السياسي الاستاذ مخلد حازم حياك الله، شكرا جزيلا. شكراً، ايضا عضو تحالف العزم عزام الحمداني، شكرا جزيلا، كنت معي عبر سكايب، شكرا جزيلا. ملفنا الثاني راح يكون عن التسريب الصوتي المنسوب الى المدير العام للهيئه العامه للضرائب، راح نفتح وياكم بتقرير للزميل شيبان سامي لنتابع.
لم يصح العراقيون من قضية سرقة القرن أثر نهب 2.5 مليار دولار من أمانات هيئة الضرائب، حتى انصدموا بصفقة فساد جديدة من قبل المدير العام لهيئة الضرائب، وهو يقوم بالتلاعب في أموال الدولة لحساب الشركات الخاصة مقابل مبالغ مادية حسب التسريب الصوتي المنسوب له. صدمنا ليلا بخبر تسريب صوتي جديد لرئيس هيئة الضرائب، 3 دقائق كانت كفيلة بكشف المكالمة الصوتية ومطالبة الأستاذ علاوي لشخص يدعى أبو فهد، ربما أنه صاحب شركة خاصة، بأموال مقابل تخفيض الضرائب من 7 مليار إلى 89 مليون. هذه كارثة كبيرة جدا، هي تعتبر وتمس أموال الدولة. بعد انتشار المقطع الصوتي على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني بفتح تحقيق عاجل مع مدير هيئة الضرائب وتقديم النتائج بأسرع وقت ممكن، إلا أن مختصون في الشأن يؤكدون التحقيق ليس كافيا، يجب أن يكون تغييرا إداريا شاملا داخل الهيئة لاستمرار ملفات الفساد فيها. استجابة سريعة من دولة رئيس وزراء، وحقيقة هذه الهيئات اليوم اللي موجودة لأهميتها وما تقدمها حقيقة، هي شريان العراق، أحد شرايين العراق الاقتصادي، يعتقد أنه يجب وضع حلول عاجلة للحد من هذه الحالات. منذ فضيحة سرقة الأمانات الضريبية، فضيحة نور زهير، أصبح هنالك شرخ إداري في عمل هيئة الضرائب، وعندما يكون هنالك شرخ أو هنالك شيء يشوبه الفساد، أعتقد على الدولة أو على الحكومة التوجه لعمل تغييرات وإعادة هيكلة لأي مفصل من هذه الهيئة، لأن اليوم إذا كان هنالك شخص متورط أكيد وراه شبكة، وما راح تنتهي الموضوع يم شخصية معينة أو مسؤول معين، وأعتقد راح تظهر هنالك ملفات كثيرة. هل سيطال سيف القانون يد سراق المال العام مهما كانت صفتهم ومواقعهم في الدولة، أم المحسوبية والمنسوبية والتستر على الفاسدين لهم حديث آخر؟ هذا ما ستثبته الأيام القليلة القادمة. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. نناقش ملفنا الثاني مع ضيوفنا الكرام الخبير في الشأن المالي والمصرفي الأستاذ أحمد ماهر هذال، حياك الله. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. على ما يبدو هيئة الضرائب بها هواي فلوس، بها ثقل مالي كبير، لأنه كل فترة نسمع أكو سرقة تقدر بالمليارات. المواطن بعد ما استفاق من سرقة القرن ونور زهير وما تتعلق هذه الجريمة المالية من تداعيات كبيرة حتى على الاقتصاد العراقي، حتى نسمع وجود تسريب صوتي لمدير هيئة الضرائب، المواطن اليوم يسأل ليش هيئة الضرائب دائما تكون مطمع للفاسدين وللسراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية حياكم الله، تحية للمشاهدين الكرام. حقيقة الضرائب بكل دول العالم هي الركن الأساسي لرفد الموازنات العامة، يعني هي الأداة الأكثر استقرارا على الإيرادات العامة، ومن ثم تغطية النفقات العامة، وهي مصد مالي لتغطية العجز بالموازنة. لكن في بعض البلدان وأغلب البلدان الريعية وكذلك البلدان النامية وهنالك من يسميها بلدان العالم الثالث، يعني تتميز هذه البلدان بجمود الأجهزة الضريبية، بجمود الأنظمة الضريبية. هنالك معوقات كبيرة سواء كانت نابعة من فلسفة الدولة السياسية ومن ثم الاقتصادية، أو نابعة من التقصد بقضية وجود مرونة عالية لموظف الجمارك والضرائب، ويعني بداية من الموظف الأصغر وانتهاء بالمسؤول الأعلى. ذكرت أنه الضرائب في البلدان الريعية يكون بها حالة من الجمود. نعم. طيب العراق بحالة من الجمود فيما يتعلق بالملف الضريبي، وكل هذه الأموال جاي تسرق العراق. نعم. لو كانت عنده حركة ضريبية واسعة وشاملة. نعم. وين كان وصلنا حقيقة؟ تخلصنا من الريعية الاقتصادية، وبالتالي أسسنا صناديق أكثر استثمارية وأكثر من الموجودة، حققنا مشاريع أكثر ما هي بالموازنة، لأنه المشاريع الصناديق السيادية تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي بالقطاعات الاقتصادية والتنمية الاقتصادية بشكل حقيقي.
ما حدث اليوم سواء يعني هو حقيقة التسريب الصوتي اللي ظهر للسيد رئيس الهيئة لا يزال الآن هو قيد التحقيق لمدة شهرين حسب قانون انضباط موظفي الدولة. سحبت يده وشكلت لجنة من قبل وزارة المالية أعتقد مدير الدائرة الإدارية وكذلك المستشار أعتقد القانوني بالوزارة، هنالك سيجري تحقيق. لكن بغض النظر عن هذه الحادثة نحن لدينا تجارب كبيرة بالدولة العراقية من 2003 لغاية اليوم، وآخرها انتهينا بنور زهير والآن هذا التسريب الحالي. تجارب مريرة مرت على الشعب العراقي وكأنه حدث بسيط وحدث يستسهل ضمن الطبقة السياسية التي لا تراعي مشاعر الناس في قضية الأموال الكبيرة التي تهدر بحيل القانونية حقيقة. بس اليوم المواطن يسأل يقول لك بعد حادثة نور زهير ليش ما تعالجت دائرة الضرائب؟ ليش ما شفنا بيها مثلا تطهير، إقالات، مثلا انضباط أكثر، فرض رقابة مشددة حتى الخطأ ما يتكرر؟ ليش لازم الخطأ يتكرر مرتين ثلاثة أربعة خمسة يلا إحنا نستفيق ونقول يابا نباقينا؟ ببساطة العراق ليست دولة مؤسسات حتى نتمكن من فرض أقصى العقوبات على المتلاعبين بالمال العام. يعني قضية الأمانات الضريبية هنالك تسهيلات كبيرة، قضية عشتار التي تم التلاعب بها، قضية اللي ظهرت مع وزير المالية السابق اللي يعني شوف الحيل القانونية والأخرى يوقع عقد ويا الوزارة ويقول له أنا أخلف، إذا أخلف بهذا العقد أنت راح تعوضني كذا مبلغ، كذا مليار، يعني مو كذا مبلغ بسيط، كذا مليار، وهذه قانونية. يقول لك من الناحية القانونية أنه الوزارة ما عندها إمكانية. وهاي القضية أيضا قضية الفساد بالجمارك، حتى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لديهم مؤشرات كبيرة جدا وسيئة جدا على القضايا الجمارك بالعراق وقضايا الضرائب. يعني ليس من المعقول أنه إحنا من 2003 لغاية 2021 كمتوسط مدة لدينا 5% فقط تشكل الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي. سرقة نور زهير والسرقات اللي متهم بها مدير الضرائب لم نتحقق منها حتى الآن، الكلمة متروكة للقضاء، إيش قد تمثل من هاي الخمسة بالمئة؟ وأنا أعتقد أنه تمثل 30 إلى 35% إذا جبيت الضرائب بطريقة الأتمتة الاقتصادية اللي موجودة بكل البلدان العالم. هنالك أتمتة لا يتدخل بها الإنسان، أتمتة اقتصادية. بس أنا مو هذا سؤالي، أنا نعم. سؤالي قلت 5% من الضرائب مفعلة بالعراق، مفعلة الغير مفعلة تبلغ تقريبا زهير. 35% الغير مفعلة. لو كان هنالك نظام ضريبي قادر على جباية الأموال بشكل صحيح وشفاف لوصلنا إلى نسبة الضريبة من الإيرادات العامة تقارب 35%، بمعنى 65% نفطية و 35% هي إيرادات ضريبية. والدليل أنه من يصدق أن ضريبة العقار والعرصات تبلغ هي 5% فقط من مجموع الإيرادات الضريبية. فقط لدينا قضية واحدة ويتم التلاعب بها بشكل كبير، قضية الإيرادات، الأهمية النسبية للإيرادات الضريبية للشركات اللي تبلغ 40%. لدينا ضريبة رواتب الموظفين أيضا تبلغ تقريبا 6 أو 7%. هذه النسب فقط الواضحة منها هي قضية الرواتب لأنه تعتبر ضريبة مباشرة على الدخل، لكن هنالك ضرائب غير مباشرة تتعلق بالجمارك، هذه يعني ليس لا تطلق بشكل شفاف للبيانات. وهنالك ليش ما تطلق بشكل شفاف؟ مثل القضية على راح هذا الجانب. نعم راح أضرب مثل بقضية التسريب الصوتي اللي ظهر مؤخرا. بغض النظر عن الأشخاص، أنا هذا راح أتخذه كمثال. هنالك من يتلاعب بقضية الضرائب، يعني مثلا أكو ورقة بملف أو إضبارة لشركة معينة، هذه الورقة إذا رفعناها وهي هذه الورقة ما موجودة لا بديوان الرقابة المالية بعدها ما واصلة ولا بمؤسسات أخرى للدولة، وبالتالي لم يتم الكشف عليها. عندما تسحب هذه الورقة ستسحب منها تقريبا 3 أو 4 مليار. شنو طبيعة هذه الورقة اللي يعني ورقة مثلاً على سبيل المثال الشركات أرباحها اليوم 100 مليار وعدها أرباح أخرى بالشهر الآخر مثلا 200 مليون، أنا 200 مليار مثلا أو 100 مليار يعني كمبلغ مثال نضرب مثال. الشهر الأول
من فرضنا على ال 100 مليار اخذنا حصيله ضريبيه وضميناها للايرادات الضريبيه بشكل طبيعي زين. وذهبت الى خزينه الدوله الماليه، لكن الشهر الاخر مثلا تقدر ارباحهم بكذا مليار، نقلل الارباح. هذه وحده. القضيه الثانيه قضيه التقييم المخمنين، هذه قضيه جدا مهمه. قضيه المخمن عند حد اعلى يسمى بقضيه الضريبه وحد ادنى، يتم التلاعب ما بين هذين الحدين، ومن ثم تخرج مبالغ معينه للمخمن، ما اذكر اسم معين يعني، لانه هذه قضيه موجوده بكل البلدان، لكن بالبلدان الناميه والريعيه تكثر هذه المسائل. هذا المخمن الى سقف للتقدير. نعم مثل ما تم ذكره بالتسريب الصوتي اللي قال احنا راح نسويها 89 بينما هي 7 مليار. الفرق كبير جدا. ليش انا اقول كادنى تقدير؟ تقريبا لو تمت اتمتت الضرائب بشكل حقيقي عن طريق أنظمة حديثة لا يتدخل كثيرا بها الإنسان، لأنه الإنسان هو أس المشكلة بهذه القضايا، لأنه البنية الاقتصادية المالية العراقية، البنية التحتية المالية سواء كانت على المستوى السياسة النقدية أو السياسة المالية أو المشاريع الاقتصادية اللي تطلق من وزارة التخطيط رخوة، وبالتالي بعد سرقة نور زهير لماذا لم تتم أتمتة الضرائب بشكل سريع وفوري للإيقاف على هذا نزيف الأموال اللي قاعد نشوفه؟ ببساطة لا توجد إرادة حقيقية لإصلاحات، تحقيق إصلاحات اقتصادية بالبلد. والله أستاذ أحمد يا ضيف يجي يقعد هنا على أي مشكلة سواء بالتسليح، بالتعليم، بالمجال الأمني، بالمجال الصحي، يقول لك ماكو إرادة وطنية. الإرادة تكون من قبل منو؟ الإرادة تتكاتف ما بين المجتمع والدولة والنخب السياسية. إذا النخب السياسية هدفت في برامجها الاقتصادية تحقيق إرادة تنموية حقيقية، راح ننتقل انتقالة أخرى. لكن إذا النخب السياسية متنافسة على الموارد الاقتصادية بالعراق، وحتى الوزارات في بعض الأحيان تعطى بعيدا عن الاختصاص تماما في ظل ترضية الكتلة السياسية الفلانية. أستاذ أحمد ليش ماكو قانون؟ تنفيذ القانون وين؟ قانون ميت نفسه مجتمع ونخب اللي سياسي موجود حاليا. إحنا لو عندنا قانون رادع وحاسم ممكن كل هاي تلاعبات تصير؟ أنا أسأل المواطن العراقي يعني السؤال استفزازي، سؤال استفهامي خلي أقوله، يعني هل من المعقول أنه سرقة بحجم سرقة القرن نطلق صراح المتهم نقول له روح بيع أموالك وتعال؟ هذه أيضا توضح معالم النظام الاقتصادي واللوبيات وتخادم المصالح متشعبة بشكل كبير جدا. أستاذ أحمد هذا أمر قضائي، أمر قضائي قال له روح صفي أموالك ورجع لنا الفلوس. جيد، ليش إحنا ما نقدر كدولة وليس يعني ما عندنا سفارات في بقية البلدان وعندنا الوكالات الدولية والوكالات المحلية موجودة والمحاميين موجودين بالخارج بأمريكا ويجي صفي أمواله هنا؟ يبقى قيد التحقيق ويبقى لا شو تفسر أستاذ أحمد؟ هو أفسرها هنالك تخادم للمصالح ما بين النخب السياسية وما بين الوزارات أو المؤسسات الدولة، وما بين هذا وهذا هنالك رجال أعمال ليسوا لا تجاريين ولا اقتصاديين ولا استثماريين، لأن هؤلاء الثلاثة ضمن المبادئ الاقتصادية هم ينمون الاقتصاد العراقي، ولكن هنالك من يحتاج على المناطق الرخوة بالاقتصاد بالمؤسسات الدولة، وهذا سببه الأساسي يعني عدم العقاب وعدم إنزال أشد العقوبات على المتهمين بقضايا الفساد. يعني عندنا مشكلة بالقانون لو بتنفيذ القانون. القانون جيد، موجود القانون وموجودين القضاة، لكن هنالك ضغوطات كبيرة، ضغوطات سياسية كبيرة. إذا القانون لاحظناها ينفذ. زين، كم الدولة نور زهير ممكن راح نشوفه في مقبل الأيام؟ ويجوز موجودين أكثر من نور زهير ما بعد 2003، لأنه الأموال اللي دخلت للبلد بعد 2003 تتخطى 1000 مليار، وهذا مبلغ خيالي جدا. وما تكلم عنه المرحوم أحمد الشلبي بخصوص في وقته بخصوص هدر 400 مليار دولار، هذا رقم جدا خطير وجدا رهيب، وأفقر الاقتصاد العراقي وأفقر القطاع الزراعي وأفقر القطاع الصناعي، ورفع من نسبة الفقر اللي موجودة ورفع من نسبة البطالة والبطالة المقنعة. اليوم كل ما المجتمع يسوي له في التظاهرة معينة أجي أجيبه أسوي مثلا عقد، أسوي تعيين، أنطي رعاية، وهذا ما يحتاجه هو.
هو يحتاج انه توظفه بوظيفه محترمه وتفعل قانون العمل لسنه 2015 الذي يساوي ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، وبالتالي سنتخلص من قضيه التعيينات وتخلص من قضيه البطاله. استاذ احمد، بعد عندنا طبقه متوسطه، يعني اكو طبقات تحكي بال 100 مليار وبال 50 تقريبا مليار. تساوت الطبقه الفقيره مع الطبقه المتوسطه، وهنالك فرق شاسع ما بين هذه الطبقتين والطبقه العليا التي جنت أموالها بدون استثمار. يعني أنت دا شوف فرق، أكو فرق طبقات بالتأكيد، طبقات السولف بالمليارات وطبقات معدمة أستاذ أحمد. يعني أنا اليوم يعني الطبقة الوسطى وينها؟ لذلك من نقول أنه جنى هذه الأموال بدون استثمار وبدون إنتاجية، يعني الأموال اللي جناها غير مشروعة وتدخل بقضايا كثيرة. أخذها من الطبقة الفقيرة؟ طبعا، لأنه تأثير أموال الدولة على المواطن مباشرة يجب أن تكون عن طريق وزارة المالية والجمارك وإلى آخره، كل عن طريق مفهومة. ترجمة الأموال على شكل مشاريع اقتصادية، كل هاي مفهومة. لكن الدور الرقابي، هاي الحلقة الرقابية وين عن كل هذه الجرائم وهذا الفساد؟ الحلقة الرقابية إذا ترجعين حضرتك إلى قضية ديوان الرقابة المالية وقضايا النزاهة وقضايا التقارير الموجودة وقضايا الفساد التي حكمت بها بعض السياسيين، أغلب السياسيين الذين حكموا بأحكام معينة، هنالك يعني قضية قبل أسبوع تقريبا شهر أقل الشهر صدر حكم على وزير معين، يعني حكم غيابي ويمارس عمله بشكل طبيعي. إذا الخلل مو بالقانون، بتنفيذ القانون. يعني هسه إحنا المشكلة المفروض نشوف هذه الجرائم وهذا الفساد بشكل طبيعي، يعني كمواطن نتقبله. هي صارت ثقافة شديد الأسف، أصبحت ثقافة، وأصبح من يتكلم بالإصلاح ويتكلم بالنزاهة ويتكلم بالشفافية ويتكلم بهذه المصطلحات التي ينبغي أن تكون، أصبح وليس سيصبح نشاز بالبلد. نور زهير باق مليارات ونهزة. نعم. نور زهير باق مليارات ونهزة. نعم. شفناه في وسائل التواصل الاجتماعي وبالتلفزيون يحكي بمصدر قوة وبمصدر ثقة. نور زهير راح يرجع الفلوس لو انتهى موضوعها؟ والله انا يعني المؤشرات اللي جاي اشوفها، احنا عندنا كتحليل وليس كمعلومات. أكيد. احنا بنحلل من جاي نشوف الاشياء اللي يعني ما رجع الاموال الكبيره، بينما نجد انه هنالك اموال زادت عن قضيه نور زهير، يعني صارت 12 او 13 تريليون بينما كانت هي القضيه 4 او 5 تريليون. هاي الفلوس نقول الله يرحمه وخلاص. والله ما اعرف بعد، يعني ضمير مجلس النواب وضمير النخب السياسيه وضمير القضاء. شكرا جزيلا. نعم. الخبير في الشأن المالي والمصرفي أحمد ماهر هذال، حياك الله. دكتور أحمد هذال. دكتور أحمد هذال، شكرا جزيلا، نسأل الله لك كل التوفيق. ختام ملفنا وحصادنا لهذا اليوم سيكون بأبرز ما جاء في منصة إكس حول انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله، لنتابع. الحصاد انتهى، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.